أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة المميزة بضيفها وضيفنا الشاعر علي عسيري. أهلا وسهلا فيك أبو مهند، شكرا لتلبية الدعوة الحقيقة، ممتنين. مساك الله بالخير يا علي، مساء الخير لكل عشاق هذه القناة المحترمة. أنت اليوم خليتني أحس بسعادة كنت مفتقدها من زمان، شكرا أنك أحييتني من بعد موت. أبد بالعكس، أنت إن شاء الله دائم حي فينا وموجود. الله يكرمك يا حبيبي. تعرف هذا المكان هو مكان حديث عن الذكريات، العودة لكل التفاصيل اللي مزدحمة بها ذاكرتنا في شبابنا في صغرنا، حتى لو كانت ذكريات مفرحة ولا غير مفرحة. وش تحمل ذاكرة علي من الطفولة، من تكوين الشخصية؟ أولا أنا من عسير، ولدت في الرياض وتربيت في الشرقية. أنا تهامي من رجال الماء، أمي وأبوي. أبوي رحمة الله عليه هو مدرستي الحقيقية للأمانة، مش مدرسة لمجرد أن الإنسان يبغى يقول، هو صديقي. تخيل يا علي، هذا الرجل بعد ما توفى رحمة الله عليه أحس أنه انقص جناحي، حسيت كان لي جناحين، أمي وأبوي، كنت أطير بأرواحهم. فروح أبوي لما غادرتني شعرت بأنه في شيء مني انتزع، يعني شيء من داخلي انتزع غصبا عني. يعني تربيت في المنطقة الشرقية في حارة، طبعا الأمريكان كانوا يسمونها كامب البدو، فهم يقولوا كامب. الكامب معروف اللي هو زي المجمعة، لكن هي كامب البدو أو حي البادية زي ما يسمونه الأخوان. كان الوضع وضع عادي، يعني زي أي عائلة بسيطة يعني، أوكي، لكن كانت مليئة بأشياء خرافية. من حب هذه الإمرأة التهامية عجيبة الملامح، أمي وأبوي هم اللي شكلوا هذا الرجل اللي جالس أمامك الآن، شكلوه بصبرهم على 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 الحياة. كانت الحياة متعبة جدا، يعني يوم من الأيام كانت الناس تحط الفلفل الأسود والملح مع الخبز الناشف ويحطونه يا علي بالموية ويأكلونه. الناس كانت في ذاك الوقت أكثر صدقا من الآن لما يكون قدامهم المفطحات. كانوا ناس بسطة، كانوا صادقين مع أنفسهم، كانوا صادقين لأنهم عرفوا كيف يحبون بعض. كانت الناس تحب بعض يا علي. تربيت في ذي الحارة اللي علشان أشوف تلفزيون في أول مرة في حياتي كنت أشوفها من الشباك، وكانوا جيراننا يفتحون الشباك لأن كان في ممر، أوكي، زي السيب كذا أو فيفتحوا الشباك ويوجهوا التلفزيون علشان إحنا نطل عليه ونشوفه من الشباك. طبعا تخيل مثلا يبغون يقفلون التلفزيون، يعني إحنا نزعل كنا. والله العظيم أنا أشوف أنها كانت أفضل أيام حياتي، لأنه ما كان عندنا شيء إلا أننا نحلم بأن يكون في تلفزيون، بأن يكون عندك كرة قدم، بأن يكون معك سيكل. كانت أحلام جميلة في وقتها. أنا لا أزال أفتكر هذه اللحظات. طيب ذاك الوقت طبعا أنت تشكل شخصيتك، مريت مرحلة الشباب، الدراسة، الوظيفة، الحياة. لا الدراسة يعني الله يمسيه بالخير أخوي محمد الكبير، طبعا كنت أخاف من أبوي لأنه كان رجل، يعني على فكرة رجل صلب جدا يشبه جبال تهامة بصلابته، لكن يملك قلب وردة. كان خطير هذا الرجل رحمة الله عليه، كان يملك صوت جميل، كان يطرق، يمكن تعرف في الجنوب اللي كان يطرقون، فكان صوت جميل، فكنت أخاف منه. فكنت أجيب محمد أخوي لأني كنت شقي، وكنت في الدراسة للأسف الشديد يعني ماني ذاك يعني الآدمي الملتزم في الدراسة يعني. فبدال ما يضربني أبوي أجيب، لأن ضربة كان شديد، فكان محمد أخوي الله يمسيه بالخير هو اللي يجي يجلدني وأنا مستمتع، لأنه على الأقل جلد أخوي أهم من جلد أخف. أخف جدا، لأنه محمد يضربني صحيح، لكن يضربني وهو عارف ليش يضربني يعني. لكن أبوي لو جاء نظام خذوا اللحم ورجعوا لي العظم، هذا اللي ذبحونا فيه أول، تذكر يعني. فكانت ما كنت يعني ذاك الرجل اللي مهتم في الدراسة كثير، لكن كانت عندي ميزة الحفظ، علشان كذا كان
مدرس الأدب كان يعمل شغلة واحدة بسيطة، كنت حتى لو ما أحضر كنت أخذ الدرجات كاملة في المواد كاملة. وأتذكر يعني كان يشرح لنا للحطيئة درس، فقال إن شاء الله الأسبوع الجاي أنتم تجون حافظين الدرس هذا. فقلت له أنا يعني أنا حفظت الدرس. قال لي كيف حفظت الدرس؟ إحنا لسه نشرح القصيدة، وكانت قصيدة صعبة للحطيئة. وطاون ثلاث عصاب البطن مرملي، ببيداء لم يعرف بها ساكن رسمة، أخا جفوة فيه من الأنس وحشة، يرى البؤس فيها من شراسته نعمة، وأفرد في شعب عجوزا إزاءها، ثلاثة أشباح تخاتلهم بهما، حفاة عراة مغتدوا خبز ملة، ولا عرفوا للبر مدخلق طعما، رأى شبحا وسط الظلام فراعه، فلما رأى ضيفا تشمز واهتم، وقالها يا رباه ضيف ولا قرى، بحقك لا تحرمه الليلة اللحمة. هذا جزء من النص أنا حافظة لا أزال من شرح المدرس إلى يومك. فقال لي يا ولدي روح، حضرت ما حضرت أنت الماخذ المادة كاملة، توكل على الله. وأنا من يومها قررت أني ما أدرس يعني بشكل كويس. والله هو يعني هو القصة جميلة، بس انعكاساتها مرة تكون أكثر إيجابية عليك. لا دمرتني إنك تحفز. دمرتني يعني. طيب الوظيفة، الحياة، تأثير الشرقية، أنت عندك هجرات غريبة يعني، في فترة لك في الكويت، في فترة لك في العراق. صحيح. أول شيء شوف، الفترة اللي كانت في الشرقية طبعا هي فترة جميلة جدا. يعني أنا كنت أصغر واحد يكتب زاوية في جريدة اليوم. كان وقتها الله يمسيه بالخير رئيس التحرير خليل الفزيع. وطبعا لهذا الأمر حكاية، يعني لم اسمها حرب الجرذان الزاوية. طبعا بعدها أنا توقفت من الكتابة، منعت من الكتابة في السعودية. وأبويا كان صديق لناس كثير يعني في البلد يعني، فجيت وقلت له أنا منعوني من الكتابة، وقالوا لي توكل على الله يعني. فقلت له إيش أسوي، أخذت جوازي وطلعت على الكويت في البداية. فضلت فترة مع عائلة كويتية، الأخ عبد الرحمن الرخيمي عضو جمعية الصحفيين العرب، وكان أخوه ساكن جنبنا ولا يزال أخوهم فهد حي يرزق في الكويت الآن الله يمسيه بالخير. والدته كانت مثل أمي، كنت عايش عندهم في البيت فترة طويلة. وبعدها قررت أني أنتقل إلى بغداد إلى العراق مع عبد الرحمن فترة ثانية. بعد ما وقفوني شعرت بألم، يعني شعرت أنه تعرف شاب وصغير، وكنت تكتب زاوية، كان علي الدميني الأستاذ محمد الدميني، شاكر الشيخ رحمة الله عليه، عبد الرؤوف الغزال، وكان في ذاك الوقت يعني خطهم خط غريب، كانوا يساريين، كانوا شيوعيين يعني كثير يعني. وقتها أنا تركت الصحيفة بعد المقال هذا ووقفوني من الكتابة، ولا أزال مدين لهم، وأحمد الله أني ما كنت شيوعي مثلهم يعني، لكنهم إخوان أعزاء تعلمت منهم الكثير، ولا أزال مدين لهم بأشياء كثيرة، من ضمنهم شاكر الشيخ بالذات رحمة الله عليه، والأستاذ عبد الرؤوف الغزال، والأستاذ الفزيع، كلهم معلمين وأساتذة خدموني وقدموني في وقت يعني كنت أكتب يعني غريب. يعني كنت أول ما جاء الأمير محمد بن فهد كنت أنا اللي مع عبد الله الغشري رحمة الله عليه اللي أكتب جولة الأمير. فقلت لهم الرجل هذا مو جاي يعمل دورة يعني على المنطقة، هذا الرجل جاي يحكم يعني، لأنه موقف للأمير محمد ما أنساه لحد ما أموت. كنا طالعين من الدمام إلى مطار الدمام الجديد، أنا تفاجأت لما نزل أنه قال لهم الرقم، قال لهم أنتوا قايلين لي أنه الرقم هذا هو كذا، يعني رقم المسافة من الدمام إلى المطار، أنا قست المسافة من الدمام إلى هنا هي طلعت كذا. أنا أيقنت أن الرجل ده جاي يحكم يعني، وهي حقيقة، رجل خدم المنطقة الله يمسيه بالخير، هذا الأمير الجميل جدا خدم المنطقة الشرقية كثير. وأنا أقول أنه في الفترة الجميلة اللي إحنا عشناها في المنطقة الشرقية تغيرت أشياء كثيرة الحمد لله. نعم. هذا جزء من التجربة. لكن خليني ما أنسى فترة الكويت لأنها مهمة جدا، فترة وداني فيها الأخ صالح الشهري
لعملاق من عمالقة الشعر في الخليج وعلى مستوى الوطن العربي، رحمة الله عليه الشهيد فايق عبد الجليل. نعم رحمة الله. جمعني فيه في بيتهم، في بيت الأستاذ ياسين الحساوي، وكان موجود الأستاذ عبد اللطيف البنائي، وكان موجود الأستاذ مبارك الحديبي، والأستاذ سامي العلي، وكان علي عسيري مجرد رقم صغير جدا أو نقطة في بحر هذول هالأسماء الكبيرة يعني وقتها. نعم. أنا بادي يعني، ولا أزال أنا أساسا تلميذ لمدرسة هالعمالقة الله يمسيهم بالخير، الحي فيهم والميت الله يرحمه. فكنت مع يعني كنت حاسس بأنه في شيء عظيم أنا قاعد أكتسب الليلة بوجودي مع مجموعة مميزة. لكن كان أسرني فايق، هذا الرجل آسر، هذا الرجل رحمة الله عليه أقسم بالله أنه لن يمر على الجزيرة العربية شخصية بهذا الحجم، بهذه الإمكانيات، بهذا الحس العالي، الحس الوطني اللي تشعر فيه في عيونه، في بريق في عيون فايق. صحيح أنه كان يدللك أنه هذا الرجل ما راح يطول أو أنه راح يكون في شيء عليه، لأنه كان صادق ولأنه كان حقيقي. هذا الرجل كنت أتمنى ولا أزال أتمنى على أمير القلوب الشيخ صباح الله يمسيه ألف خير اليوم، وعلى إخواني الكويتيين، وقلت هالكلام مش اليوم، أنا قلته قبل أكثر من 10 سنوات، فايق عبد الجليل يستحق أن يكون مش شارع له ولا مسرح، يستحق أن يكون له تمثال. لو كنا في بلدان تحترم عقل الإنسان أوكي، لكان لفايق عبد الجليل على الأقل شارع، لأنه إحنا للأسف يعني التماثيل عندنا حرام يعني أوكي، مع أني أنا شايفها في مصر في كل شارع يعني، وهم مسلمين يعني، وفي تونس وفي الجزائر وفي كل مكان يعني. لكن حقيقة الأمر أنا بالنسبة لي يظل فايق عبد الجليل مرحلة متقدمة من الوعي لن أنسى. طيب خلينا نرجع القصة. القصة أنه فايق كانوا يبغون يقولون شعر، فطبعا ياسين الحساوي الله يمسيه بالخير قال يلا نبدأ من يبغون يبدون بالصفر، فهمت يعني؟ فكان الصفر أنا يعني، طبعا كلهم كانوا نجوم وقتها يعني ولا يزالون نجوم مهمة يعني. نعم. أتعلم منهم. طيب وش بتقولون؟ فقلت لهم يعني صعبة يعني تخلوني أبدأ يعني، أنا عرفت أنهم ناويني يعني داخليا كان شعور واحد توى يعني يبغى يتعلم يعني، شعرت أنهم ناويني بشيء علي. فايق ما كان ناوي، هم حتى ما كانوا ناويين، لكن كانوا يبغون يبدون بواحد توى مبتدئ يبغون يسمعونه. فقلت يعني كيف أبدأ؟ فقالوا لي تبدأ. فقلت لهم كيف أبدأ يعني في قمة يعني الأستاذ فايق عبد الجليل؟ فقال لي كلمة فايق عبد الجليل رحمة الله عليه، قال لي علي ترى ما حد يوصل للقمة إلا من السفر، فاهمني يعني؟ أنت يعني لما توصل يوم من الأيام فأنت لازم تبدأ من هنا، قول اللي عندك. فقلت قصيدة أنا لا أزال أذكرها لأني قلتها أمام هذا العملاق، فقلت الدخول ومدت صوتها المبحوح تناديني، قال لي وقف. فشعرت بأنه كان واحد صب علي يعني موية يعني، فكرت أنه يعني حيأذيني بكلمة أو شيء. فجأت أنه قال لي بكرة لازم تكون معي في المسرح، أنت لازم بكرة تكون معي، وأخذني فعلا على المسرح. وأنا أبغى أقول هذه القصيدة اليوم إهداء لروح فايق عبد الجليل. نسمع. ومدت صوتها المبحوح تناديني، ومدت صوتها المبحوح تناديني، تقل لي يا دفا ليلي متى تجيني، متى تمطر سحابة هلولة فيني، وضمك شوك وحطك كحل في عيني، متى قل لي تبي تجيني، إذا تبعت أحس الناس غير الناس، وأحس إني غريب فارق الإحساس، وإذا أقبلت يا سيدي أحسها ترتعش إيدي، وأدور في الكتب وأقرأ عسى ألقى كلام ينقال ما قاله أحد غيري، يا سدرة
في صحاري روحي مزروعة، ترى الضحكة بدونك ما هي مسموعة. أبي تخلي الهوى ألوان، تخلي لي الزمن ألوان، يا ضيف يا ضيف اشتقت لرجوع. الله. كان من أول الأعمال اللي أنا كتبتها في حياتي وسمعتها فايق رحمة الله عليه. نعم نعم صح لسانك. أنت ذكرياتك كثيرة مع الله يرحم صالح الشهري، وصالح قدمك الفايق عبد الجليل، أخذك أيضا للملحنين. أخذني، شوف صالح مش أخويا ولا هو ملحن، هو أب وأخ وصديق ومعلم. صالح الشهري لم يعطى حقه في المملكة العربية السعودية. صالح الشهري أول من أخذ بيدي ووقفني على المسرح، يمكن تذكر واحد برنامج اسمه نجوم الغد مع محمد رشيد، إذا تذكره يا علي. لا أنا ما أذكره، أنا فارق، أنت صغير فارق السن. هذا أدري. تفضل. لا ما بدخلك في الموضوع هذا. فقلت له يعني أنا يعني وين توديني يا أستاذي وأنا توني أكتب وكذا. قال لي ولا كلمة ولا كلمة، بكرة تجي لجمعية الثقافة والفنون وأدخلك على محمد رشيد، والأسبوع الجاي حتطلع على المسرح تقول أول قصيدة. هذا الإنسان هو أول من تنبأ أني ممكن أكون يوم من الأيام شخص ممكن أحد يعرفه، إذا في أحد عرفني يعني هذا شيء كويس يعني. فشكرا قد السماء لأخوي ومعلمي وأستاذي صالح الشهري. كنت لما أتعب أتصل عليه، كنت لما أفلس أدق عليه، كنت لما أحس بضيقة أروح له للبيت عند والدته وعند أخته رحمة الله عليهم الاثنين الثلاثة كلهم. كنت أروح أحس أني عند أخ كبير، أحس أنه الوحيد اللي احتواني في وقت كان صعب أنه أحد يحتويك. كانت أيام يا علي لن تنسى، ولا أزال أذكر اليوم الأخير اللي قبل وفاته لما جيته في المستشفى، أو قبلها يمكن بكم يوم برضه، لما دخلت عليه واحتضني وبكى، ففضلت أبكي أنا وياه. تعرف إيش كنا نشوف وقتها؟ كنا نشوف شريط الذكريات، وكان يشعر بأنه هذه آخر أيامه، وكنت أشعر بأن الله حياخذ أمانته وحياخذ ذكريات عظيمة لفنان عظيم رحمة الله عليه. رحمة الله عليه. تذكر قصتك يعني معاه لما رحت العمر كدرس وعمر كدرس ايش قال؟ شوف صالح وداني الأماكن وعرفني على ناس كان من الصعب أعرفهم. رحمة الله عليه الأستاذ عمر كدرس، وقلتها أكثر من مرة، كنت أنا وصالح ومشعل الخالدي اللي هو طبعا صوت عظيم على فكرة، واحد من أجمل الأصوات اللي مرت في المملكة، وقال كلمة ممكن حيزعلون مني كثير طبعا محبين أبو عبد الرحمن أبو نورة محمد عبده، أقسم بالله ويشهد علي الله أنه هذه الكلمة قالها عمر كدرس وإحنا سهرانين عنده في بيته فوق السطح في غرفته الخاصة اللي يجلس فيها، فسمع مشعل الخالدي يغني، فقال له يا مشعل أنت لو طالع قبل محمد عبده محمد عبده ما يغني. طبعا أنا أعرف أنه هذا حتأذي ناس كثير، لكن أقسم بمن رفع هذه السبع السماوات وأنزلها، هذا الكلام قال لي. وجلسنا وسهرنا وقلت شعر وقتها مع، قالوا لي يعني يعرفوه وقالوا خلوه يقولوا. فقال لي عمر كدرس الكلمة الشهيرة اللي في كل مكان أذكرها له إلى أن أموت، يا علي ابعد عن الإعلام بعدك عن الجربان. ليش؟ هو صادق. أنا لو استمريت وأحرقت نفسي في محرقة الإعلام وفي محرقة أنك تشتغل 15 أغنية 20 أغنية كان يمكن مات الشعر كان عندك. أساساً مت أنا نفسياً يعني. طيب. وانتهيت، لأنه ناس بدت معي وانتهت، وعلي عسيري لا يزال يتنفس الشعر ويتنفس الناس. طيب. شكراً لأنه علمني شيء لن أنساه إلى أن أموت. أول أغانيك فعلاً بثت في على طيران الخليج. على طيران الخليج. وش كانت الأغنية وليش طيران الخليج؟
أول شيء رحمة الله عليه عبد الكريم سالم هو اللي لحنها، عازف قانون مهيب، كان من سكان رحيمة. هذا الرجل قال لي عطني نص، أي نص عندك، فأعطيته بدأ مشوار أحزاني، مش أغنية كذا والله ناسيه، ما أذكر إلا بدأ مشوار أحزاني، بدأ وضيعت عنواني، وكانت بداية لكمية الحزن اللي ينتابني في كل وقت هذه الأغنية. أنا تفاجأت بعد ما تنفذت وغناها الله يمسيه بالخير سعد شهاب، من الأصوات الجميلة والمهمة في المنطقة الشرقية، كان هو وأيوب خضر ومشعل الخالدي، ثلاثي مخيف، وكانوا حيخدمون الأغنية السعودية، وكانوا حيكونون من أهم الأصوات اللي مرت علينا. الغريب أنه بعد ما تنفذ العمل طيران الخليج بعدها بأقل من أسبوعين كان هي الأغنية الرسمية على طيران الخليج من ضمن مجموعة أعمال طبعا لفنانين كبار وفنانين. ف يعني تخيل أول أغنية لك تطير، وأنا ما أحب الطيران يعني. لا فوبيا أنت. فوبيا ألف. طيب نسمع نص قبل أن ننهي هذا الجزء. طيب إيش رأيك مدام أنا قهوتي جنبي؟ الله حد أحب ذا النص. أوكي أنا نقول فنجان قهوة. كل يوم تجيب همك تجلس جنبك ورق، تطلب القهوة بقلق، واضح انك ما تنام. كل يوم تجيب همك تجلس ويمك ورق، تطلب القهوة بقلق، واضح انك ما تنام، رعشة الفنجان بيدك تفضحك، فيك شي وما تبي غيرك يعرفه، انسكت تبي يذبحك، وانا دور بين ضحكات الكراسي وتمتمت بعض الحضور، كنت ادور وكان خوفي حس غيري فيك ولا يلمحك، صرت أحس بطعم روحك في المكان، صرت أشعر بالأمان، وأعرف أنك بعد لحظة تفتح الباب وتجي، قبل حتى القهوة تبرد في يدي أو تعرف اللي أبي، فيه كرسي وطاولة وفنجان قهوة يحتريك كل يوم. الله الله الله، صح لسانك. خلونا نسمع علي عسيري، قليل من كثير علي عسيري في هذا الكليب. غريب اني اعاني مثل كل الناس، اعاني الغريب اني اعاني مثل كل الناس، اعاني مثل كل اللي هواهم في الهوى راح ونسى. أنا كل المعروف صبرك يجي بكرة، أذكرك وتشوف إن الليالي تدور يا فاتن المغروب، إن الليالي تدور يا فاتن المغروب. هي كده الدنيا عشنا وشفناها، تسافر لا تسافر، قلتها وقلب صابر، لا تسافر لا تسافر، قلتها وقلب صابر، لا تسافر لا تسافر، قلتها وقلب صابر، لا تسافر لا تسافر، قلتها وقلب صابر. نعم مرة نعم تنتين نعم تين نعم تين نعم مليون، أحبك لو يصير الكون حسود عدل مجنون، أحبك ليش لا تسأل لن كلك، أحبك لو يصير الكون
حسود وعذل مجنون أحبك ليش لا تسأل أحبك لأن الكل أبي أرحل على الدنيا ولا ساكن لأن حزني الغالي وشواقي بعد قليل يعني في اغاني ايضا كثيره لكن حاول إيه تذكرتوني بشغلات طيبه يعني مع اول شيء راشد الفارس لسبب هذا الفنان الجميل فنان مختلف كثير يا علي انا تفاجأت انه كان تو طالع يعني شاب وانه يختار نص زي هذا النص وانه يختار لحن نعم مرة نعم 2000 اسمه إيه نعم هو اساسا اسمه شجر ليمون اخترنا منه أجزاء يعني ولو حكاية ذا النص يعني كثيرة يعني فشكرا لكم ذكرتوني في هالنص اللي ما راح أنساه أولا والثاني الموقف جميل لمواقف مع ماجد المهندس يعني ماجد صوت دافئ إحساس عالي ورجل محترم كثير يعني محترم كثير بالنسبة لي علاقتي فيه كانت إنسانية أكثر منها فنية يعني نعم. والعمل هذا تقدم للناس علشان ما ينزل بشكل رسمي عملناه للناس نعم. علشان ما ينبع ونجح نعم. أحمد الله أنه يمكن وصل 5-6 مليون يعني في الأول ما نزل يعني نعم. أما راشد الماجد الله يمسيه بالخير فما راح أنسى له المواقف العظيمة في الوقت اللي تخلى فيه الكثير من الناس عني كان راشد الماجد قريب يا علي أكثر مما حد يتخيل الله يوفقه وين ما يروح لأنه مواقف الرجال اللي الموقف الرجولي اللي سواه معي في أوقات ما لقيت أحد حولي كلهم تبخروا فجأة تبخروا الناس اللي كانوا حولك لما تكلمت معه وجدت شخص كأني اليوم أنا جالس معه رغم أننا ما نجلس كثير مع بعض نعم. راشد إنسان عظيم وفنان مختلف يستاهل وأذكى فنان مر بعد طبعا ذكاء فني لا يوجد في المملكة العربية السعودية أذكى من راشد عنده صوت في صوته كاريزما أنا أول مرة أشوف واحد عنده في صوته كاريزما يعني الناس عادة في وشك يكون في قبول راشد الله أعطاه كاريزما في صوته وحتى في شكله نعم. الله يمسيه بالخير يستاهل راشد الماجد أكيد موقفه معاي والله ما راح أنساه لحد ما أبقى. طيب وش تقول عن نوال أيضا لا هذه ما أقدر أقول شيء بسيط نوال هي سيدة الأغنية في الخليج العربي وهي أساس وركن ركن أساسي في الأغنية الخليجية ركن حقيقي مش مزيف لأنه في أركان مزيفة كثير نوال ركن حقيقي للأغنية في الخليج العربي صوت دافئ صوت حساس أم حنين واحدة من أرقى الفنانات اللي موجودة عمرك شفت النوال مشكلة؟ عمر أحد سمع عنها أي إشكالية؟ نوال في مواقف أنا بعرفها يعني نوال حتى الإيقاعيين تبعها بتحن عليهم كأنها أمهم حتى بينادونها يا أمي نوال امرأة حنونة عاطفية حساسة سيدة الأغنية في الخليج اللي يزعل يزعل اللي يرضى يرضى هي أهم صوت نسائي موجود وبعدها تجي أسماء كثير حقيقة من يجي بعد نوال؟ يجي أحلام يجي فيها في هند في البحرين من أجمل الأصوات أنا مش عارف ليش ما لها حظ هذه البنت نعم طيب بجد احنا راح نتكلم كثير عن الفن والفنانين وعن الشعر وراح نسمع كثير اليوم وقتنا في الذكريات انتهى أستاذنك وأستاذ المشاهدات والمشاهدين في فاصل بعد الفاصل الشاعر علي عسيري في محكمة يا هلا رمضان تابعوني